ياك بسم الله. السلام عليكم خوت، مرحبا بكم معنا من سوق الجمعة ديال قيسر. اليوم 10/5/2024، غنبداو مع هاد البقرات تبارك الله ما شاء الله. خويا حمزة عطينا المعلومات الله يحفظك، كاين السوق اليوم ديال قيسر، كاين الثمن والبهيم قليلة خويا، البهيم قليلة والثمن بزاف. البهيم قليلة والثمن بزاف. سير عجل بلجيكي، عجل بلجيكي يا خويا، والحليب موجود 20 ايطر. مولاه قال لك كتحلب 20. اللي قال لي مولاه باقي ما مجربش بعدا حمد. لا باقي على الله شيء. مرجان تزاد لا شويه. قوف قوف. قال لك كاينة. قال لك. حاجة عند الدرقيش. حلبها حمزة. قوف قوف قوف. صافي عليك. سير عاود جرب. صافي. بالنسبة للثمن حمزة خويا. خويا دينا ب 560 خلاص. 28000 درهم. باقي ما عطاونا حتى حاجة حنا الله كيف خرجنا. اش كم ضربة التوتمن؟ أول مليح راكي. زيد حدا ولدة خليها واقفة تما مولينا 560 28000 درهم مازال ما عطاتش. خلينا الرقم اخي 06 17 17 03 03 09 94 عاود خربقنا 06 17 17 03 03 09 09 94 94 عجل بلجيكي. الله حرج الباقراوند فلوس ما تكملوش. اللهم يسر اللهم يسر. تبارك الله ما شاء الله ضربه مليح. نية بخير يا خويا عبد الغني. نية ودافعة. دافع دافع على مين؟ تلقيح ولا عجل؟ لا حنا شارين والله ما نكذب عليك. شريت اليوم؟ شارين. ما قالوش لك ما سولناه ما قال لينا. الثمن اخويا؟ الثمن اخويا عطونا فيها دفعة 520. 520 26000 درهم اللي تافت. تسقى وي تسقى وي تسقى صح. تبارك الله. ناخذ الرقم، ناخذ الرقم ديال الجواد واللي يبغى يسحب. معون زين وضروبه صغيره وزينه. خلينا من النمره 06. اييه مرحبا. 06/13 06/13 45 45 19 19 66 66 تبارك الله. اللهم يسر اخويا جواد. اللهم يسر اخويا عبد الغني. زين قريبا شو بدك؟ كدير مزيان امور هانيه. الثمن كاين، الثمن كاين غير الشارع. الشارع 390 390 عجل عجل. هي جموع جموع صحيح. امشي على الدري وريني سنانا. زيد دوري جيد مجموعة نزول. عناب شوية عليها
390 بغيتو فيها ولا عطاو لي هي مشريه بها مشريه ب 390 19500 باش المسرح وي نروح لينا مرحبا نروح فاسرا 500 درهم دابا نخليو لكم رقم التليفون خلي لهم النمره ولا تصير 06 06 63 63 63 100 00 36 90 36 90 والله ما يصير هذا اخوان تبارك الله ما شاء الله طار 380 16 دار اخوان تابع للدري دابا لي خلينا الرقم ديالو هو يصيفطني ليها يا والله ما يسر الله ما تبارك الله ما شاء الله عجله بلجيكيه زينه اخويا هشام بارك الله والبقره كديره في السنة اخويا مجموع صغير مجموع صغير عطاوك شي حاجه مازال ما عطاوني حتى حاجه كنطلب 500 ما عطاوكش كنقول 500 ما عطاوكش حليب شويه شويه ولا مزيان واخد عهنا ما حالش ما مجرب لا حليب لا والو بنتها زينه تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك صلاح وصه انا عارفك انا عيبين سير سير اخويا سير الله يسهل عليك سير 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 خلي لكم الرقم تاع هشام لكن يقدر يبيع عنده السير سير اللهم يسر هشام اللهم يسر زاد راجل زاد راجل كسبها كسبها هاي كسبها عشان بلجيكية تحكر لي حليب ولا تري بيتي لي لا بيع الواحد بري من عندنا باع لي واحد بري من 520 26 الف درهم هي جموع يلا جيبوا الجيبيه تاع جيب الجيبيه بنت زينه واخو انا غادي نجيب لا شي واحد شي كسام شي بغران يلا عصوني اللي دايره من نبيع شي واحد تبيع لي شي حاجه عندك بعدا كاين شي صوار بحال هكا شي بحال تكون هي كاين تحي تحي صح مرحبا بك مرحبا بك كي جاك السوق تاك السام؟ السوق كاين الثمن كاين الثمن دابا عجل وانا بعجله هادشي اللي غتقول لك السام قول لهم راه كاين الثمن اللهم يسر امين ان شاء الله ما يسر راه شي واحد بغى النمره ياخذ طيب لا بغى شي عجلات بحال هادو راه كاينين عجلات بحال هادو خلي لي ها خلي لي على حساب العجلات سير 06 54 54 74 74 71 71 01 صفر واحد بحال هادشي بحال هاد العشاء اللي بغاها بلجيكية بلجيكية جايبو من ثلاثة اللي ضنا اللهم يسر يا ربي باش من سمو لي هذيك سمينه التوسير سمو لي هذيك سمينه حتى التوتا غير كساب ولا شتا واي اي انت كاع ضروبه كاع ضروبه هذاك الدرع ديال السمونيه قال لك ترى تفوحش من السمونيه لا هادشي اللي قال لك وقيلا راه تفوحش شحال عندك؟ راه عندها شي 8 شهور الله يحفظك بخير 8 شهور ضروبه عندها هي بلجيكية راسها الجيكيه نقصنا الحليب الجيكيه صافي اه كنا الحليب الثمن راه شي فايح عطاو الثمن يلاه دينا عبد الغني شحال هذا ملين و حتى داك باغي يسوي هذا جوج 14 الله يخلي لنا الرقم اللي بغا شي واحد ما تبيعش هنايا ولا شي حاجه
واه اسميش خلي ضربه بحركات عادك بالدار راجلي مولا والله لا سيدا والله كان برولة ثورة برولة ثورة هذا الولد اللي ولدها بلجيكا بلجيكا عقال هاتا خلي لكم رقم ديال راسي بغاوي تحاجيتو راسي خلي لهم رقم 06-73-75-75-75-92-95 اللهم يسر اخويا راشد ما تذاكرش تذاكرش هذه هي هذه هي